18 سنة ورا قطبين حديد وأربع حيطان. ابني يا ميسم، ابني يا ميسم، ابني راح، ابني راح. انشال ابني انشال، شو بصير؟ بتصير مع كل العالم. الله بيبعت الخير. أنا تكفلت بكل شيء. ما تتعب حالك، بيّن كتير منيح شو بده. بدكم دعوة ومحاكم. الله يوفقكم يا ولاد الكلب. بدي دعوسة مثل ما دعوسة الوردات. كان معها حق أمي، ما كان لازم يجي. صار هيك. هو وين؟ ليش عملت هيك؟ خوفتيني يا سمر. السجن اللي بعده جواتك خوفت. حابب تختبر تعرف شو احساس مرة بعد 20 سنة بدون رجال. ميسم عبود؟ مين ميسم عبود؟ هيدي بدها نبش من تحت حبس. ما بيعرف محمد صالح المحامي. هيدا من اشهر المحامين بالبلد. عامر خير والمحامي وليد هون زياد دخيل. زياد ساعدني حتى جميل العطر ياخذ كل حقه من عامر خير. على شو؟ بده يحول البلد للنيابة العامة. دعوة المرفوعة من جميل العطر على كاتيا خير وعامر خير. هيدا عدوتي منى. اعطيني عنوان ميسم عبود. تعرفها؟ مين ميسم عبود اصلا؟ محمد صالح حذرني منك. في اشياء بالحياة غير الركض ورا قضية. شكرا. صحتين. شو بقى كاتيا؟ مين كاتيا خير؟ قاصر وممنوع تسوق. وخفيتي ملوى عيونك. العرق عرق كاتيا. الزنت قبل فخط. هي في جيران، في بنت كمان. مين انت وشو وصلك لهون؟ تفضل اطلعي برا. طلع فيه منيح بدنا، طلع فيه منيح لتتذكر انا مين. ليش في شي بك شي؟ تشوفي اذا بعدك بتشكلي خطر على هذا المجتمع. اعطيتك قلبي ما بدي. نمتي مع نادين بركي. لولاي انا ما كان في ميسم عبود. شو عم فكر؟ فينا نقتلع. أكيد بتعرفي أنه بيخافوا منك. هتخلي ميسم عبود منتصر علينا. حياتي أهم لأنه مصمدتها حتى أنهي العام الخير. واحد بده يقتلك. مجنون ليحيك. طب أنت مرة شو؟